ايه دور الكلية في ربط الطالب وخريجي كلية تجارة بالتطورات المحاسبية الحديثة زي الفاتورة الإلكترونية مثلا والبرامج المحاسبية الحديثة؟ طيب احنا عندنا الموضوع ده مهم جدا، ان احنا اصلا الكلية مرتبطة بالارقام والمحاسبة والامور المالية، فما ينفعش الواقع يتطور بره ونسيب الطالب بتاعنا بيدرس حاجات مثلا تقادمت. احنا على تواصل دائم بوزارة المالية، معالي وزير الماليه طبعا الدكتور محمد معيط، هو استاذ بالكليه وزميل فاضل وبيدينا كل الدعم. تقريبا شبه اسبوعيا عندنا زيارات من وزاره الماليه في اكتر من اداره، وكان الاسبوع اللي فات عندنا حدث حضروا اكتر من 200 قياده والطبقه الوسطى اللي موجودين من الاداره الوسطى يعني في وزاره الماليه، كانوا في الكليه بنعمل مجموعة من الندوات. كل ما بيتم من تطوير في وزارة المالية بننقله للأساتذة، وساعات نعمل الندوات دي أونلاين أو في الكلية، واللي بيحب يهتم يشوف الفاتورة الإلكترونية عملنا فيها ندوة. يمكن الكلية كانت رائدة إنها تعمل ندوة عشان تعرف أساتذة المحاسبة إن ده هيبقى ليه انعكاس على المعالجات المحاسبية اللي بتتم في موضوع تحصيل الفاتورة وتسجيلها وطبعا حساب الضرائب وحاجات كتير جدا. واحنا بصدد اعداد ورشه عمل دلوقتي ما بين الكليه ما بين وزاره الماليه، هنشوف عشان ندرس انعكاسات التطور اللي بيحصل في وزاره الماليه من تحول رقمي على تدريس مناهج المحاسبه ومناهج الضرائب بالكليه. الحاجه كمان المهمه جدا اللي احنا بنعملها، ان احنا برضو عندنا وكاله الكليه لشؤون البيئه وخدمه المجتمع بتعمل تدريب للطلبه كل سنة باتفاق مع جهات خارجية، بنوك، وزارات، مؤسسات حكومية، شركات بترول. الطالب بياخد حاجة اسمها انترنشيب، يعني بياخد في الأجازة الصيفية بيقعد له شهر أو ساعات شهرين في جهة يتعلم فيها كل حاجة. الحاجة اللي احنا بنعملها دلوقتي إن أنا عامل كمان بروتوكول بيني وبين وزارة المالية، إن أنا بنعمل حاجة اسمها حتى المستحقات الخاصة بالأساتذة وأعضاء التدريس بتتم بشكل الكتروني. وكانت الكليه الحمد لله سباقه ان عملنا ابلكيشن احنا دلوقتي بنفيد بيه وزاره الماليه وبنفيد بيه مؤسسات المجتمع بتاعتنا. الكليه بتتقدم، الواقع بيتقدم، لازم يبقى في لغه مشترك. وانا في فلسفتي في اداره كليه التجاره هي الانفتاح على كافه مؤسسات الدوله. الانفتاح على كافه مؤسسات الدوله، لان اي تطوير او تحديث بيحصل في مصر في اي جهه هو في النهايه بيصب في مصر، وانا بشتغل تحت امبريله الدوله مش تحت امبريله الكليه. لو في ايدي حاجه افيد بيها جهه خارجيه بتقدم بايه؟ بان انا ابادر وافيد الجهه دي. في نفس الوقت لو هم عندهم شيء يفيدوا بالكليه بنطلب منهم، والحمد لله الكليه مفتوحه في انفتاح طيب على كافه مؤسسات المجتمع بما فيها حتى المؤسسات اللي هي مؤسسات المجتمع المدني. ما عندناش اي حاجز يمنع ان احنا نتواصل مع مؤسسات بلد. الهدف النهائي ان احنا نخلي الطالب اولا متعلم عنده مزيج من المهارات والمعارف والقدرات اللي تأهله انه يحصل على فرصة عمل. في نفس الوقت بننفتح عن المجتمع عشان نحدث برامجنا تلبي توقعات المتلقي، لان الطالب انا بالنسبة لي هو البرودكت بتاعي، هو المنتج. طب مين اللي بيشتري المنتج ده؟ هو الامبلوير، صاحب العمل. فلو حس ان الكليه ما بتقدملوش يعني خريج كويس مش هيعين. وعايز اقول لك انا بتجي لي بعض المؤسسات منها تاخد الاوائل بالكامل. يعني عندي لما حد كان احد مديرين القطاع الموارد البشريه احد البنوك الكبيره جالي مخصوص قال لي انا نفسي اعين كل اللي عندي من كليه التجاره جامعه القاهره. فبساله ليه؟ قال لي لا انت عندك طالب مش موجود في جامعه تانية. وده بنفتخر بيه وحريصين علينا، دي رسالتنا اللي احنا نستأمن عليها من قبل الدولة. رأي حضرتك في مبادرة Ultimate Academy لتدريب طلاب الجامعات بأحدث أنظمة الـ ERP والمحاسبة الإدارية وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي؟ ده نقطة كويسة جدا، إن احنا طبعا دلوقتي معظم الأعمال الإدارية بتتم إلكترونيا باستخدام التكنولوجيا. فكون إن في أحد الجهات اللي هي بتقدم للطالب هذه الخدمة مجانا
ده يعتبر عمل طيب وعظيم، لان بنسميه الانتربرايز ريسورس بلاننج، ده احد الابلكيشن اللي بتطلعه شركات عملاقه كبيره. الطالب مش هيخش يكتب في ورقه، خلاص ما عادش يكتب في ورقه وفي دفتر، ده محتاج يتعامل مباشره بالكمبيوتر وبالانترنت. وانا هنا برضو عشان تبقى عندي مركز البحوث والدراسات الاستشاريه، تقريبا 90% من الدورات اللي بيقدمها للطلبه هي المحاسبه الالكترونيه والاداره الالكترونيه. عندنا خبراء بيدربوا الطلبه على الابلكيشن بتاعت اوراكل وساب والحاجات الحديثه دي جدا. فكون انك انت بتقدمي هذه الخدمه ده شيء طيب، ويا ريت يعمم على مصر كلها، لان احنا النهارده ما انا قلت لك احنا في عصر الثوره الرقميه، مفيش حد النهارده هيروح يقف في طابور ولا هيقف في حر ولا هيطلع سلالم ولا هيركب اسانسير. كل المفروض الخدمات دلوقتي بنسبه كبيره جدا في العالم بتتم اونلاين، كافه الخدمات. وخلي بالكم العالم بيتجه ناحيه الاقتصاد الخدمي. الاقتصاد الخدمي يعني معناه ان مش هيبقى فيه تعاملات ملموسه، تعاملات تترتب عليها شقاء للانسان. 70% من اقتصاديات الدول المتقدمه، عشان بس تبقى عارفه سيادتك، مبنيه على الخدمات. ولذلك في نمطين في الاقتصاد في العالم. في دول بتعتمد على الاقتصاد اللي هو التصنيع والزراعه، دي دول العالم الثالث اللي لسه يعني تحت امبريله التخلف. يزرع يطلع من المنجم ويشيل ويموت نفسه عشان ياخد يطلع منتج كبير الحجم وقليل القيمه. لما الولد الاوروبي والامريكي والصيني دلوقتي بيعمل اقتصاد خدمي، بيطلع حاجه خفيفه بسيطه خالص تبقى صغيره الحجم واحيانا غير ملموس لكن كبيره القيمه. فعايزين بقى ان احنا كمان بقى بلدنا والناس اللي زي في الدول بتاعتنا، مصر تعتبر برضو تبقى عارفه حضرتك اسمها اقتصاد ناشئ. مصر لم تعد دولة نامية، عشان الناس بس برضو بعض التصنيفات، مصر تعتبر emerging market زيها زي مجموعة الصين وكوريا الجنوبية وتركيا وتايلاند والهند. اقتصاد ناشئ يعني بدأ يروح ناحية التقدم، وده معناه ان احنا بقى عايزين ايه. وتقريبا برضو في رؤية مصر 2030 في أولوية بتنمية اقتصاد الخدمات. وهتلاحظوا في الفترة الأخيرة البورصة والبنوك في مصر بتكبر جدا، والشركات الخدميه بتكتر جدا، ده معناه ان احنا بنحاول نقلل نسبه الاقتصاد اللي هو الزراعي التصنيعي الى اقتصاد خدمي، عشان الاقتصاد الخدمي زي ما قلت هو بيعمل حجم بسيط جدا بس بقيمه عاليه جدا، وفي نفس الوقت الاقتصاد الخدمي هو اقتصاد صديق للبيئه. ما بقاش يعني لو انا عملت بنك ولا اعمل مصنع حديد، لا البنك افضل، لان البنك بالنسبه لي ملوش اي تاثير سلبي على البيئه. لما المصنع هيطلع طبعا دخان وهيطلع تلوث وهيرمي في الميه وهيترتب عليه امراض، الناس اللي بتشتغل اللي بيتعرض للتوكسيك ماتيريالز وبتعرض كربون دايكسايد والحاجات اللي هي بتاثر على صحه الناس والاصابه بالامراض. فاحنا برضو مصر الحمد لله يعني، وبنتمنى ان يكون جزء كبير جدا من اقتصادنا في المستقبل خدمي. الاقتصاد الخدمي هو الاقتصاد النظيف يعني. فهم الاوروبيين حتى تلاحظوا انه نقلوا التصنيع خارج بلادهم وسابوا الخدمات. ليه نقلوا التصنيع؟ لان التصنيع بيتنقل معاه العبء العمل الصعب وبيتنقل معاه التلوث، وبالتالي هو يبقى عنده البيئه نظيفه، واحنا نصنع له هنا او نصنع له في الصين او نصنع له في الهند. بتبص ليها دايما النهارده تلاقوا الصين من اسوأ 10 مدن ملوثه في العالم، هتلاقي فيهم 4 من الصين. طب ليه؟ لان الصين ما زالت في حركه التصنيع الكبيره، واخد بالك لسه بتستخدم الفحم في توليد الكهرباء. فهو اقتصاد كبير، لكن في نفس الوقت في التلوث. في 1,000,000 مواطن في الصين بيفقد حياته سنويا من تلوث البيئه، من تلوث الهواء فقط. اذا في ضريبه بتدفع، فلازم نفهم الاقتصاد ماشي ازاي وبلدنا المفروض تمشي ازاي ونساعدها في انهي اتجاه. تقول ايه عن حبك للنادي الاهلي، وحتى ان حضرتك استضفت احد اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، وحب حضرتك للرياضه بشكل عام؟ طيب انا عشان ما بقاش متحيز بقى، طبعا النادي الاهلي هو انا بحبتين في حياتي، كليه التجاره والنادي الاهلي، ولكن انا برضو في النهايه بحب بلدي. فطبعا كل الانديه اللي في مصر بتقدم لعيبه طيبه تساهم في ان مصر تحصل على مراكز متقدمه في اي رياضه، انا ببقى سعيد جدا. يعني انا كنت من الحاجات اللي مفاجاه ليك، انا مثلا من حبي للمنتخب سافرت الكاميرون عشان اتفرج على النهائي بين مصر والسنغال، وطبعا عملت 24 ساعه سفر رايح جاي، كانت مرهقه جدا، ولكن كنت قاعد بتفرج في الملعب كده، نفسي ناخد الكاس ونرجع بيه على مصر ونبقى مبسوطين.
ولكن طبعا المنتخب أدى أداء طيب جدا وعمل ما كل ما يمكن عمله. وفي النهاية الرياضة فيها واحد بيكسب واحد بيخسر، ويظل إن أنا عندي فريق محترم أدى أداء طيب وقدر إن هو يلعب تحت الضغوط بتاعت نقص طبعا الإمكانيات وصعوبة السفر، ولكن ما قام به المنتخب المصري ده حاجة جميلة. فيما يتعلق بالنادي الأهلي، النادي الأهلي هو نادي القرن في أفريقيا، فخر مش بس للمصريين، لكل مصر، كل مصر حتى اللي مش أهلاوي يفتخر إن احنا عندنا نادي زي النادي الأهلي بيحصد بطولات في كافة الرياضيات، ولسه مؤخرا واخد المركز الثالث في بطولة العالم للأندية كانت في أبو ظبي، وكانت حاجة كويسة مشرفة لمصر إن نلاقي فريقنا موجود جنب فريق تشيلسي بياخد مركز ثالث، وكان ممكن النادي الأهلي أو غيره يحصل على مركز ثاني أو أول. دي برضو معناها ما برضو في زي ما في فرق في التقدم في فرق في الكور. لما تيجي مؤسسة نادي زي تشيلسي، نادي ضخم في بريطانيا، الأندية الكبيرة اللي بتحصل على بطولات الدوري الإنجليزي وبطولة أوروبا، كون إن النادي الأهلي يبقى قريب من التتويج ده حاجة طيبة لمصر. طبعا أنا بس اللي يعنيني هنا إن نفس الشباب يهتم بالرياضة. أنا بس أخرج عن موضوع النادي الأهلي شوية، أنا لو مش الشباب ما بتلعبش رياضة يبقى في إشكالية خطيرة في البلد دي. ما ينفعش الشباب الصغير اللي قاعد على القهاوي أو قاعد يعني بينام في البيت. الرياضة أولاً بتبني الجسم، وفي نفس الوقت وزي ما بيقولوا الأجانب بيقول لك هيلثي بادي هيلثي مايند، يعني العقل السليم في الجسم السليم. الولاد لو ما بيلعبش رياضة مش هيبقى في عقل سليم. الرياضة من أهم الحاجات اللي بتخلي الإنسان يبقى متزن. أنا من ألعب الرياضة دي وأنا عندي 7 سنين، وفضلت ألعب كرة قدم لغاية ما بقى عندي تقريبا 34 سنة، وكنت بحب أروح النادي وأخد الشنطة وألبس الجزمة ونقعد نتخانق على اللي كسب واللي خسر ولعبنا الماتش ده ونسافر هنا ونروح الإسماعيلية ونروح الزمالك ونروح الأهلي. الكورة يا جماعة أو أي رياضة إن شاء الله يمشي، لازم نمشي، والا بقى احنا بنشوف الشباب اللي انا بشوف الشباب الصغير بحس انه عجوز للاسف. الرياضه دي الواحد كان بيجي ده كان واحد بيلف الملعب 40 لف. النهارده انا طبعا بلف ماشي بس يعني عشت لي كام سنه في حياتي صحتي كويسه بقيت مبسوط جدا. ما فيش حاجه اطلع سلم اروح. فنفس الشباب ورساله لكل الشباب، الرياضه هي السلاح الهام لانك انت تبقى عندك حياه صحية سليمة. وكمان الرياضة لها سيكولوجيكال امباكت، لها اثر نفسي. روحي كده تمشي في النادي او في الشارع حتى جنب في حديقة، ولا خدي قولي هروح النهاردة بدون مواصلات وامشي ساعة شوفي المتعة اللي هتجيب. هتلاقي العرق اللي بيطلع من الرياضة ده بيطلع السموم اللي في الجسم، ثانيا بيقوي القلب لان اللي هتلاقيه بينهك ده معناه ما بيمشيش خالص. فنفسي ان الناس كلها بقى بلاش اهل وزمالك واسماعيلي، لا الرياضه الشعب يبقى رياضي ويبقى عنده كمان هيلث لايف ستايل، يعني يكون نمط حياه صحي. وبانصح ده للشباب لان انا بشوف وانا قاعد كده بدرس في المحاضره بلاقي الاوزان، بلاقي العيل بيتاقوا، بلاقي مش قادر يطلع السلم. فلا الرياضه، وهتلاحظوا الرئيس السيسي الله اكبر عليه يعني بينزل بيزور الكلية الحربية راكب الدراجة وبيلعب رياضة. يعني لما يكون عندك قائد الدولة بالكامل بيشجع رياضة، يعني أقل ما يمكن نعمله إن إحنا كلنا نلعب رياضة. وياريت إن كل واحدة ليه جايب عجلة كده ولا بسكليت وعمال يروح بيها مشوار، ببقى مبسوط أما أشوف بنت راكبة عجلة على فكرة، لأن هو ده بره كده كل الناس لا بتجري لا بتركب عجلة والله، وأنا عايشين بره أو بيمشوا مفيش بديل تاني. مفيش حد بيستنى عشان يمشي 100 متر، وخاصة احنا النهارده منتشر عندنا التوك توك، تلاقي الواحد ساكن على نص الشارع بيخش الشارع التاني يقول له وصلني ب5 جنيه او 10 جنيه، يعني حتى ال 100 متر مش عايز يمشوه. وده هيبقى خطر جدا. هنلاقي بقى مصر في امراض السمنه، وتقريبا مصر من اعلى الدول العالم في السمنه دلوقتي، وامراض القلب وامراض الضغط وامراض السكر، وهذا مؤشر على ان الشعب ما بيلعبش رياضه. فاتمنى ان تكون رساله الرئيس للناس كلها واي انسان طبيعي، الرياضة بتديك أحسن فترة في حياتك، ويا ريت كل شباب مصر بشكل أو بآخر. بشوف أنا دلوقتي مجموعات كده كايرو رانرز وبتاع، شباب بيتجمعوا ويركبوا عجل يوم الجمعة، بس مش لازم العجل يبقى يوم واحد في الأسبوع. أنا عايز استمرارية عشان تبقى كويس،
ووزنك كويس وعندك قوة بدنية، الرياضة تحتاج الاستمرارية. كنت 3 مرات في الأسبوع بلعب رياضة. آخر حاجة نحب نشكر حضرتك باسمي وباسم ألتمت أكاديمي على تعاون حضرتك وعلى تعاون جامعة القاهرة معانا. أشكرك وأشكر فريق العمل، وطبعاً إحنا سعداء بالتعاون معاك ومع أي مؤسسة بتقدم الخير للشباب أو للبلد بصفة عامة. وطبعاً التدريب والتأهيل ومساعدة الناس وما يتواكبوا مع ما يحدث في العالم ده شيء طيب، وإحنا ككلية بنتمنى إن إحنا نفتح بيبان الكلية لأي مؤسسة أو لأي جهة بتعلم الطالب حاجة مفيدة أو تساعده على التوظف أو تساعده على تنمية مهاراته، وهذا اللي موجود بره في العالم. أنا لما كنت طالب في بريطانيا أفتكر الحاجات اللي أثرت فيا جامد، خدت 35 كورس قبل ما أخد الدكتوراه، اسأليني إزاي؟ أقول لك من الحب في التعلم. فكل واحد كنت ألاقي المحاضر يقعد معانا على الأرض، اللي تعلمنا مهارات الاتصال، اللي تعلمك التحليل الإحصائي، اللي تعلمك إزاي تكتبي، اللي تعلمك إزاي تتكلمي، كل ده هو اللي بيكون الشخصية. فأي حد بيقدم مساعدة للطالب بيساعد الطالب يتعلم، يعني طبعا بنبقى سعداء ان احنا بيه او سعداء بتوجهه او سعداء بمساعدته، ونتمنى ان ده يكون اسلوب حياة لكل الناس في الجامعات والمدارس. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور.